السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع استمرار ثورة تشرين رغم القمع الحكومي للمتظاهرين. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد. شهد هذا الأسبوع ولا يزال تظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة، كما خرجت مظاهرات تطالب باستقالة محافظين يراهم أهالي محافظاتهم فاسدون ولا بد أن يرحلوا، كما هو الحال مع محافظة النجف التي يقمع المتظاهرون فيها بسبب مطالبتهم برحيل المحافظ لؤي الياسري. هذا القمع يأتي في وقت تعهد فيه رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بإيقاف العنف ضد المتظاهرين، حيث صرح الكاظمي مؤخرا أن حكومته لن تتهاون مع من يريد عرقلة الوضع الأمني في المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بدورها لحماية المواطنين. لكن هذا التصريح مثل ما سبقه من تصريحات حكومية لم ينفذ منها شيء على الأرض. مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من التساؤلات نطرحها بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. لماذا يستمر القمع الحكومي ضد المتظاهرين في العراق؟ هل الكاظمي ضعيف تجاه قواته أم أنه متورط في تحريكهم لقمع المتظاهرين؟ وأيضا ماذا تملك أحزاب السلطة غير القمع ولغة الدم للتعامل مع ثورة تشرين؟ هذه الأسئلة وغيرها طبعا سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين. طبعا شهد هذا الأسبوع إصابات بين صفوف المتظاهرين في محافظة النجف جراء استخدام القوات الحكومية، قوات مكافحة الشغب في محافظة النجف، القنابل المسيلة للدموع وأسلحة الصيد. هذا النوع من الأسلحة وكما هو معروف طبعا في العراق يستخدم فيه نوع من الذخيرة، أو كما يطلق عليه محليا بالصشم، نوع كرات حديدية صغيرة تخترق الأجساد، تنتشر بشكل واسع وأدت إلى إصابات وصلت إلى حد العمى بين صفوف المتظاهرين. ناشطون في محافظة النجف اتهموا القوات الأمنية بالمسؤولية عن إصابة عدد من متظاهرين نجف بالعمى بسبب استخدامها بنادق الصيد ضد المتظاهرين المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري. يراه أهالي النجف بأنه فاسد ولا بد أن يرحل، لكن في المقابل يسخر لؤي الياسري ما لديه من قوات في سبيل قمع المتظاهرين. أشار الناشطون إلى أن استخدام بنادق الصيد اضطر الأطباء في النجف إلى قلع عين أحد المتظاهرين عقب إصابتها بكرات معدنية تطلقها قوات مكافحة الشغب. أيضا اتهم الناشطون محافظ النجف لؤي الياسري بتمسكه بالمنصب ولجوئه لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مستغلا دعم ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي والصدريين كذلك للؤي الياسري، رغم قضايا الفساد المتورط بها ووجود مذكرة اعتقال ضد لؤي الياسري صدرت نهاية عام 2019. يعني مطلوب فاسد ولا يزال في السلطة، مدعوم من نور المالكي ومن مقتدى الصدر، ويقوم بقمع المتظاهرين، هكذا يقول الناشطون في محافظة النجف، وهكذا هو واقع الحال الموجود الآن في العراق. ننتقل إلى محافظة ذي قار،
حيث تجددت طبعا التظاهرات رفضا لترشيح شخصية حزبية لمنصب المحافظ من قبل رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي. أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مبنى المحافظة وأغلقوا جسور النصر والزيتون والحضارات لليوم الثالث أو الرابع على التوالي رفضا لترشيح أي شخصية متحزبة لشغل منصب المحافظ. الآن عندنا مجموعة من المقاطع مشاهدينا الكرام، خلونا نتابع أول مقطع من محافظة بابل للتظاهرات فنشاهد. الرحمن الرحيم، بيان ثوار ساعة الحبوبي بعد القمع المهنج من قبل القوات القمعية لثوار بابل والنجف الأشرف وبقية المحافظات المنتفضة. ندين ونستنكر نحن ثوار ساعة الحبوبي ونعلن تأييدنا وتضامننا مع أخوتنا الثوار الأحرار في مطالبهم المشروعة، وإن لم تكف الحكومة القمعية عن أساليبهم الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في المحافظات المنتفضة سيكون لنا ردا قاسيا اتجاه ما يحدث. على أخوتنا الثوار الرحمة والخلود بشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال والحرية للمذيبين والمختطفين والمعتقلين والحرية لسجاد العراقي. مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام، كان هذا المقطع من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، دعم من ثوار ساحة الحبوبي لأهالي أو متظاهرين في محافظة بابل. الآن ننتقل إلى محافظة بابل ونشوف حشود غفيرة من المتظاهرين تحتشد تحت مجسر الثورة في المحافظة وتهتف ضد السلطة الفاسدة وقواتها القمعية تعبيرا عن رفضهم للقمع الحاصل للمتظاهرين فلنشاهد. نبدأ مشاهدينا الكرام باستقبال الاتصالات، ومعنا أول اتصال السيد أبو عراق من الفلوجة. تفضل يا أبو عراق، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي قناتكم الشريفة الأصيلة اللي تنقل الحدث أول بأول. حياك الله. وأحيي المتظاهرين في كافة مناطقنا الجنوب. نعم. والله هم إن شاء الله ينصرهم إن شاء الله على الحق. يا أخي أنت، إحنا الحكومة يعني ايش نكمل من عندها؟ احنا والله يا استاذ محمد حتى اكون صريح وياك. تفضل. احنا اولا عتبنا على المراجع الدينية، انتم المراجع الدينية يعني ما كفاكم سكوت؟ يعني صار لكم سنين سنة تحت حقيق والدولة، يا اخي كافي مو كافي هذا الشعب، والله 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 جريمة اللي جاي يصير بحقه هذا هيك. نعم. يا اخي انا اسال، خلينا نتناشد بيناتنا، هو من جاي يطلع متظاهر. بالله عليك، هو لو عنده قوت يومي هو يطلع الظاهر؟ والله ما يطلع. يا اخي كافي عاد، يعني كافي، ما يعني ماكو ضمير انساني. والمراجع الدينيه انتم ما تطلعون تصرحون مو هذا. طيب هل المشكله بالعراق يا سيد ابو عراق بالجهات الدينيه فقط او المراجع الدينيه فقط؟ يعني هل المشكله يمكن ان نحصرها او حضرتك تحصرها فقط في المراجع الدينيه؟ أستاذ محمد الله يخليك، يا أخي مو هاي الحكومة ملينا من عجل، وين نرجع احنا؟ وين نرجع بعد؟ يعني وين يا طريقي؟ يا أخي تدري فتوى واحدة إلى يطلع حسن المرجع الديني، ينطي فتوى والله يوقف الأول والتالي. يعني بس يطلع يتكلم، بس خلي يحكون المراجع، أنا أتبع روح للأمانة، أنا أقول لك إياها، مراجع الدينية السنية والشيعية أنا يعني أقصد لك بها ترى. نعم. طرفين، يعني ما كفاكم بس خلي يقول دم المسلم على المسلم حرام، اتحدى واحد هسه يطلع. طيب حتى لو قال هذا الكلام، منو يسمع من الميليشيات او من الحكومات الموجوده بالعراق؟ اشو هم من باب احنا المرجعيه قائدنا ونسير خلف توجيهات المرجعيه، ومن باب اخر عندما تتحدث المرجعيه عن مثلا قضيه الفساد او ايقاف الفساد او محاربه الفساد ماكو تطبيق. لما تقول المرجعية المجرب لا يجرب، الكل يقول لك مو أني، ما تقصدني. طيب إذا كانوا هم يسمعون اللي يريدوه، شلون حيصير تطبيق حتى لو خرجت المرجعية بفتوى أو نداء أو توجيه؟ أستاذ محمد الله يخليك، مو احنا صار عندنا شك، يعني المراجع الدينية راضية على هالشيء هذا؟ احنا بيه من بعد يعني حكومة ظالمة، حكومة
مو كاسعات كاسع الدم. هاي الشباب شنو ذنب؟ أسألك بالله علي شنو ذنب هذا الشاب يقتل؟ شنو ذنب هذا يضربونه بالسكين بالكساري؟ شنو ذنبه؟ ذنبه لأن طلع يطالب بحقه يا أخي، جاي يطالب بحقه، يريد حقه، يريد قوة، يريد يعيش. جن اللي شايل له شهادة أسألك بالله علي خضامه بالبيت وحاط له شمبر مال شاي ما كاسعات. نعم. ما كافي يعني شو وقت حس الحس الضمير شو وقت راح تحسون؟ سيد أبو عراق أنا أشكرك، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا سيد محمد من بابل، تفضل يا محمد. ألو، تفضل حياك الله. عندنا السلام عليكم. وعليكم السلام، لو تسمح تنصي صوت التلفزيون سيد محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، نصي صوت التلفزيون لو سمحت. صوت صحة سعد. الله يسلمك، الحمد لله. تفضل يا محمد. نصيت سعد، نصيت. تفضل. محمد تفضل. سعد عندنا عندنا إمام عندنا سعدي حد لا ما يقبل يمتحوه. شلون؟ عندنا إمام يمنا إمام. نعم. إيه وإحنا الخدم مال القوة مالش إحنا من أبو جد. نعم. إيه والله سادي علينا. الآن بحسب التصريحات الحكومية حديثاً إنه تم إيعاز بفتح جميع المساجد والحسينيات والأماكن الدينية لأداء. لا المرقد مال الإمام إحنا القوة مالنا على المسكين. نعم نعم نعم. بس هو من دون العالم ما سادي علينا. طيب. أنا بس هم تمام، يعني أنا هذا الموضوع وصل صوتك بيه، بس أريد أخذ رأيك باللي دا يصير ببابل. بابل سيد محمد إذا تسمح لي. مو يعني أبوجد إحنا قوار. نعم نعم، أنا هذا الموضوع سمعتك بيه، أريد أسمع رأيك أيضا باللي دا يصير بالعراق اليوم، بابل تحديدا، من قمع للمتظاهرين، عندك في النجف قمع للمتظاهرين، شلون دا تشوف الوضع بالعراق اليوم يا محمد؟ محمد سمعت. سألتك سمعتني؟ وعنا كسب ابو ما عندنا في ساعدين المرقد علينا. طيب انا اشكرك يا محمد، يعني شكرا جزيلا للمشاركه. من عندنا اتصال؟ السيد محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. محمد من كربلاء. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. انا محمد من كربلاء. اهلا وسهلا. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركه. الله يبارك فيك. قناه الحق والحقيقه. قناه الرافدين اللي تنقل الحدث الصحيح والله العظيم. الله يسلمك. تفضل يا اللهم محمد. اللهم احفظ ثوار تشرين في عموم العراق. نعم. اخي استاذ محمد تفضل. ان هذه المظاهرات ان يكون عصيان مدني في جميع انحاء العراق. نعم. اولا. ثانيا ان تتدخل الامم المتحده في هاي المهزله جاي تصير. يعني هو يتظاهر ويطلب عصابات لو ميليشيات تقتله لو تخطفه. الحكومه وين؟ هاي اثنين. ثلاثه وهذا حق كفل الدستور مال المتظاهرات. نعم. المتظاهرين بالماده ما ادري قد الماده كفل الدستور المتظاهر يطلع يروح الظهر على حقه. يعني اذا هو متظاهر شايل علم وشايل له ورده ويتظاهر. نعم. يموت لو ينقتل لو ينخطف. سيد محمد الدستور اللي حضرتك دا تتكلم عنه السلطه نفسها مدى تحترم الكثير من مواده بل تخالف الكثير من البنود والفقرات الموجوده بالدستور، شلون حيحترمون حريه التعبير عن الراي وهي منصوص عليها بالدستور اللي هم وضعوه؟ اخي استاذ محمد هي هاي الحكومه نفسها هاي الحكومه الكاظمه هي تخاف من هاي الميليشيات المسلحه. الميليشيات الموجوده هاي والاحزاب نفسها الحكومه تخاف منها. نعم. زين استاذ محمد، استاذ محمد اسمع. تفضل. جميل الشمري قتل شهداء وراحوا بالناصريه. نعم. تدري جميل الشمري سوى له بدياله؟ كرموه
وخلوه انسان محترم وعلوه منصب زين وخلوه. نعم. بس حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نعم. والله ينتقم من كل ظالم. لعد وعود الكاظمي وتصريحاته سيد محمد، وعود الكاظمي وتصريحاته بإيقاف العنف، إذا هو مثل ما حضرتك دا تقول إنه هو ضعيف وما يقدر يفرض شخصيته وشخصية الدولة على الميليشيات أو الأحزاب، ليش دا يصرح ويتعب نفسه بهذا الموضوع ويعد العراقيين بأمور من المستحيل من وجهة نظرك ووجهة نظر الكثيرين إنه هي تتحقق؟ أخوي نفس مصطفى الكاظمي هو يمشي ويتكلم ويحكي على كل القنوات بأمر من الميليشيات الموجودة والأحزاب الداخل العراق. زين هو نفس الكاظم ما يقدر يحكي وما يطلع قرار إذا ما تتدخل الميليشيات والأحزاب وياه. زين نعم. أستاذ محمد شفت قبل فترة على قناتكم وحد القنوات جميل الشمري، جميل الشمري إيش قد قتل من أبناء الناصرية. نعم. زين ويترقون ويحترم وهذا هذا المفروض جميل الشمري بني سوي هيجي المفروض ينعدم. هاي ما لها حل، حلها بس واحد استاذ محمد. نعم. يصير عصيان مدني في عموم العراق. نعم. وصلت هاي المشكلة. وصلت فكرتك سيد ابو سيد محمد من كربلاء. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام من مدينة السماوة تظاهرات للمتظاهرين في المحافظة يهتفون ضد الأحزاب الفاسدة وميليشياتها خلال توجههم إلى مبنى مجلس محافظة المثنى للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي، فلنشاهد. هناك موضوع مهم للغاية مشاهدينا الكرام وهو التصريح الأخير لمصطفى الكاظمي، وعندنا مقطع هنربطه بهذا التصريح وننتظر منكم التعليقات على هذا الموضوع. مصطفى الكاظمي صرح مؤخرا بأن حكومته لن تتهاون مع من يريد عرقلة الوضع الأمني في المحافظات وعلى وزارة الداخلية القيام بدورها لحماية المتظاهرين. هذا تصريح من تصريحات كثيرة تتعلق بالشأن الأمني لمصطفى الكاظمي. خلونا نشوف هذا المقطع من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ثقل الحكومة ومركزها الأمني والانتشار للحشد وللقوات الأمنية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات وكل التشكيلات الموجودة بالسلطة الأمنية موجودة في العاصمة بغداد ونقاط التفتيش وغيرها. خلونا نشوف هذا المقطع لنزاع عشائري في مدينة الصدر أمام أنظار الشرطة الاتحادية. مو بسيج، صعدوا بعض من المسلحين من هاي العشيرة على السيارة الحكومية أمام أفراد الشرطة الاتحادية. خلونا نشوف.
شفتوا المقطع مشاهدينا الكرام، نترك لكم التعليق بهذا الموضوع. هل الكاظمي اللي قواته بهذه الوضعية أمام الميليشيات وأمام العشائر اللي تحمل سلاح وتتقاتل فيما بينها أمام هذه القوات، ومثل ما شفتوا الشرطة الاتحادية واقفة عاجزة تماما عن التدخل وإيقاف، يعني هاي حرب حقيقة، هاي مو نزاع عشائري. كمية الأسلحة والرصاص المستخدم وأنواع الرشاشات الموجودة هذه حرب. شفت الشرطة الاتحادية وعنصر الشرطة الاتحادية المسكين اللي واقف بجنب عربة الشرطة الاتحادية، العربة الحكومية، وشلون يتم إطلاق النار وحمل السلاح حوله دائر مدائرة، ويصعدون على السيارة أيضا سيارة الدولة بهذه الطريقة. مصطفى الكاظمي اللي يوعز بإيقاف العنف في العراق ويأمر بحصر السلاح بيد الدولة، وين من هذه النماذج؟ وين من حمل السلاح؟ وين من السلاح المنتشر؟ وين من العنف المستخدم؟ إذا هو لا مسيطر على قواته ولا مسيطر على الميليشيات ولا يستطيع السيطرة على العشائر اللي تحمل سلاح وتتقاتل فيما بينها ولا يستطيع السيطرة على فرق الموت، كيف يريد أن يحكم القبضة الأمنية في العراق وأن يسيطر على الوضع الأمني؟ عندنا السيد عامر من بغداد، تفضل يا عامر. السيد عامر من بغداد، فقدنا الاتصال مع السيد عامر من بغداد. طيب، الوعد الصادق هي حملة أطلقتها القوات الأمنية طبعا في محافظة البصرة، والهدف منها كان حصر السلاح بيد الدولة وإلقاء القبض على المطلوبين وسحب السلاح من يد الميليشيات أو من يد العشائر أو من يد كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون. طبعا لا طبقت هذه الحملة، ولا مثل ما شفتوا في بغداد أمام أنظار القوات الحكومية. اليوم اللي دي يصير في ثورة تشرين من قمع ممنهج ضد المتظاهرين يتم عن طريق إما القوات الأمنية أو الميليشيات الموجودة ضمن المحافظات، وبالتالي السلطة تعلم من يحمل السلاح وهي تنظر إلى من يحمل السلاح ولا تتدخل. وشفنا مقاطع سابقة كيف كان تحدث شجارات أو نزاعات مسلحة بين بعض العشائر في جنوب العراق، وفي بعض المقاطع التي عرضناها لم تستطع القوات الأمنية أصلا الوصول أو الدخول إلى المنطقة التي يجري فيها هذا النزاع المسلح بسبب عدم قدرتها أو خوفها ربما أو ضعفها من الدخول إلى هذه المحافظات. فهل القوة تفرض فقط على المتظاهرين السلميين الموجودين في العراق؟ لماذا أصلا تفرض هذه القوة على المتظاهرين السلميين الموجودين في العراق ولا تفرض على من يثيرون الرعب والفوضى ويحملون السلاح خارج إطار القانون في العراق؟ من معنا؟ السيد أبو عقيل من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو هاي على مود اسمه حال المسكين الواقف أبو الشرطة الاتحادية. أي هذا إنسان يقول لك يعني لا حول ولا قوة، وعالم طلعت من الطريق، وعالم أكلت حرام، نعم، وشيوخ باطلة، فهذا يصير بينا. نعم سيد أبو عقيل. نعم. هذا العنصر، نعم، من الشرطة الاتحادية يمثل الدولة، يعني المشهد اللي شفناه اليوم شفنا الدولة بهذا المشهد، شفنا العراق في هذه الصورة، لأن هي مثل ما تقول حكومة ميليشيات، هي ميليشيات تحكمنا، ما تحكمنا حكومة قوية. وهاي لو حكومة قوية يعني على مثل قبل ما شريت، كان قبل أكو طلقة ثور، ماكو طلقة ثور إذا تقدر طلقة. يعني الحكومة هسه احنا مواطنين عاديين واحنا قناة فضائية، و هذا المقطع موجود بالسوشيال ميديا، موجود بالفيسبوك وغيره، معقول الحكومة مدى تشوف هذا الشيء؟ طيب هذا العنصر من الشرطة الاتحادية، وأكيد كان أكو غيره، ما معقول هو واحدة بالمنطقة، أكيد أكو غيره، ما نقلوا الصورة لوزارة الداخلية؟ ما نقلوا الصورة للجهات الأمنية الأعلى؟ معقول الدولة ما تدري؟ لو تدري ومغلسة. لا تدري ومغلسة. نعم الدولة تدري ومغلسة، ودولة يعني هم مثل ما تقول شلون اقول لك يعني والله ما ادري ايش اقول لك، هي مصيبه. خايفين يعني خايفين يعني مصيبة. خايفين ما يقدرون. اي ابو الشرطه الاتحاديه ودول الواقفين طبعا خايف. لا عفك من ابو الشرطه الاتحاديه، عفك من ابو الشرطه الاتحاديه، هو هذا كان وصل لنا صوره الحكومه او النظام في العراق، لكن الحكومه القائد العام للقوات المسلحه اللي كل شويه طالع يؤمر
بإيقاف العنف ضد المتظاهرين وبإيقاف العنف بالعراق بشكل عام وحصر السلاح بيد الدولة، وين من هذا الكلام؟ هذا مثل ما نقول حكي الليل يمحي النهار عندنا بالمثل. نعم. زين لا حول ولا لا يقدر يسوي، ولكن ميليشيات انا اقول لك ميليشيات مسيطره والعشائر مسيطره وسلاح منفلت طبعا يصير هيك بالعراق تاكلوا. نعم. ليش لعد يفرضون قوتهم على الناس البسطاء؟ اليوم نشوف يا اما يعتدون على متظاهرين او مثل ما شفنا البارحه او اول البارحه في بابل وغيرها وبالنجف اصحاب البسطيات اصحاب الاجر اليومي ذول العمال البسطاء او الناس اللي تشتغل على باب الله جرفوا لهم محلاتهم وبسطياتهم واعتدوا عليهم بالضرب. ليش طيب؟ ليش ما يطلعون هاي القوه على اللي يشيلون سلاح؟ ما يقدرون ذولاك مثل ما تقول مواجهه تصير وياهم ذولا لا حول ولا قوه، الناس بسطاء على باب الله كل من طالع على يوم قوته. فهاي اقول لك ميليشيات هي كلها هاي الاحداث بالعراق وهاي يصير وراها ميليشيات وتابعه كلها لاي جهه. نعم. والوضع كله تعبان بالعراق. سيد ابو عقيل انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم، شلون استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك. السلام عليكم، شلون استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل. استاذ محمد تحضرني مقوله للفيلسوف افلاطون. نعم. يقول الجهل مع الحريه يولد الفوضى. واحنا اليوم اللي جاي نشوفه فوضى بكل معنى الكلمه. يعني لما عشائر تتعارك. نعم. وامام انظار نقول السلطات الامنيه ويعني تبقى بس تتفرج على التصرف العشائر والمفلتين. يعني اي دوله واي قانون عالي. فوضى استاذ محمد، هذا مو دوله، هذه نسميها حكم الاحزاب والميليشيات. نعم. يعني احنا عايشين يعني صراحه تحت رحمه رب العالمين، اما كقانون يضبط البلد ما عندنا قانون. اليوم نشوف رئيس الوزراء يعني اصبح مثل كره بيد برجل الاحزاب. نعم. فما ما له اي سلطه وما عنده اي فرض للقانون. وخير دليل يعني انا اليوم صراحه يعني سمعت بانه انت حضرتك سمعت استاذ محمد شلون قضوا على ميناء الفاو. اي. عن طريق ربط العراق بطريق السكك مع ايران. طيب هذا شنو استاذ محمد؟ هذا قضوا على الموانئ التجاريه العراقيه، لانه اذا فعليا ميناء الفاو. نعم. ميناء بلد العباس راح يموت. نعم. يعني لانه التجاره راح يكون ربط العراق مع الصين مباشره وراح يكون يعني. طيب حتى لا نتوسع بهذا الموضوع، انت تقصد بانه الدوله تدار بشكل سيء وبشكل خاطئ. اكيد استاذ محمد، ماكو اي دور للدوله. نعم. صراحه يعني اليوم كلنا العله. طيب انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لك للمشاركه. عندنا السيد ابو عمار من بغداد، تفضل يا ابو عمار. تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة للمتفافدين البطلة. حياك الله، اهلا وسهلا. أنا شفت المقطع هسه مال العشائر. اي. هو ما الكاظمي نفسه ما عنده سلطه لا على قوات الميليشيات ولا كلهم، لا الكاظمي مخلينا لعبه ويلعبون بيه من الخارج. اذا هو مو قدها ليش باقي بالسلطه؟ ليش باقي بالمنصب؟ هو مخليه ايش يسوون؟ ايش يجيبون واحد صالح ويحكم الشعب حكم عادل. يعني انت تقصد ان هم مخلينا معناه هو ما عنده لا سلطه لا بالطلعه ولا بالطبه. مخلينا هيك يسموها عندنا بالعراق راس حاجه. نعم. ايه زين، وهذول شلتهم الشرطه، لا حول ولا قوه، هذا
الكاوي ما عنده سيطرة عليهم، فكيف هذول عندهم سيطرة على العشائر؟ احنا بنفس الوقت ما نريد نطلع، طبعا احنا ما نتكلم بالعموم، لكن ايضا ما نريد نطلع هالقوات الامنية بشكل الملائكة المغلوب على امرهم. هم نفسهم أكيد أكيد. نفسهم الشرطة الاتحادية وغيرهم من القوات يعتدون على الناس ان كانوا متظاهرين او غير متظاهرين، مطلعين عين الناس بالسيطرات الامنية، ابتزاز ورشوة وتدفع يلا تعبر وغيرها من الامور. هم مو ملائكة، لكن احنا نسأل ليش اليوم ذولا او الحكومة طالعة عضلاتها على المواطن البسيط، سلاحها مرفوع بوجه المواطن العراقي، في حين انه ذولا العشائر والميليشيات اللي يحملون السلاح خارج اطار القانون ما حد يقدر يتكلم وياهم. صحيح، مو هم عندهم مثل العراق حلو معروفين بي، يقول ابويا ما قادر غير بس عليهم. هذا مثل بعدنا. نعم. هذول بس على الفقراء، مو فقير لا حول ولا قوة، هذا يسيطرون على البشر، يروحون على الميليشيات، يروحون على الدواعش، يروحون على نعم. الشغل الشغل ممكن. بس الشغلات كلها بس على الفقير. نعم. فيها بس. برأيك يا أبو عمار شنو الحل ويا هيك نوع من السلطات، هيك نوع من الحكومات الموجودة اليوم؟ والله الحل اللي عندي أنا أقول دعم المتفرين للتفصيل، ينعجون بالحكومة ويسوون لك هذا وكذا، هذول مرفق، هذول مجرد هذول لعبة، هذول عصابة جايين يقتلون ويسلبون، وهاي أي خير للعراق ما يسوون. نعم. أي خير للعراق ما يسوون. اللي يقول لا أنت واحد ياسد حرامي يدور معه عنده حقه، ما هو حرامي يحق للشعب. نعم. هو جاي يسلب، هو جاي يقتل، يدور حق لا بحسبي الله ونعم الوكيل. ما عندنا هالكلام هذا بس أي نعم. احنا عيالنا بعض يعني رب العالمين وثم الثوار. نعم. الله ينصرهم ان شاء الله، وان شاء الله تقوى الثورة، وإن شاء الله تصير أقوى بأقوى وترجع لهم إن شاء الله القوة. نعم. إن شاء الله. أنا أشكرك يا سيد أبو عمار من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تحية لك ولكافة الأخوة. الحقيقة الموضوع الحلقة مهم جدا جدا. نعم. بتصوري ما يخص المظاهرات. نعم. وأنا الحقيقة لا يعني لا أتفق مع بعض المداخلات التي تهبط من عزيمة المتظاهرين. يعني لا نريد أن نسمع يأسنا، لا نريد يعني أكثر مما قدم المتظاهرون الدماء ومصائب كثيرة. نحن كلما نقدم صورة قوية وصورة شجاعة أمام هؤلاء المجرمين، هذه هو السلاح اللي بين أيدينا. لا 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 نبين تذمرنا ولا تراجعنا ابدا. نحن ندعو كذلك اخي محمد الى العصيان المدني الكامل لشل هذه بما يسمى الحكومه في بغداد وغيرها في المحافظات. لا نريد دواما، لا نريد نقطع الطرق بالعصيان المدني والتجمعات بصوره سلميه بحته. لأن هؤلاء أخي الشريان الحياة تبعهم هي هذه الدوائر اللي موجودة واللي مسيطرين عليها والتي تدور عليهم ما يطعمون به ذيولهم وغيرها. فإسقاط الدولة يكون سلميا وبالعصيان المدني، هذه أقوى سلاح أظن وأعتقد وناجح سيكون، وقد سبقنا كثير من الدول والشعوب الأحرار إذا كان في مصر في بداية القرن الماضي أو في الهند وغيرها. طيب أنا أريد أسأل بهذه النقطة، هل وصلنا إلى الوعي الكافي بالعراق أنه الطبقة العاملة اللي اليوم بحسب الأرقام الحكومية بدون الفضائيين موجودين بحدود 3.5 ملايين موظف حكومي، وهو رقم كبير طبعا، هل هذه العقلية أو هذا الوعي موجود عند هؤلاء الأشخاص، هذه الشريحة من العراقيين؟ والله أستاذ محمد يعني أنا لا أخفي عليك شيء، إنه مع الأسف الشديد الكثير الـ أو الـ 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 يعني
كثير من هؤلاء الموظفين هم محسوبين على الأحساب بصراحة، لأن الوظيفة لا تعطى إلا من يطيع الأحزاب إذا كان على سائرون وغير سائرون. لكن أنا نريد إحنا لا يعني لا نيأس من مخاطبة العراقيين، ما زال فيهم الروح والضمير الذي يعني ما معقول يرون الأكثرية جوعانة، الأكثرية في الخريجين وغيرهم في الشوارع ويضربوا إلى آخره، وهم ينتظر يعني مجرد ينظر أو يفكر بمصلحته. يعني مو معقول يعني إحنا الطبقة كذلك مثقفة وعملنا في العراق ونستطيع أن نصل ونخدم. صدقني يا أخ محمد، يعني أنا كنت أستطيع أن أصل إلى مرتبة وكيل وزير أو سفير، ولكن لا أريد أن أطعم أبدائي غدا يقولي من أين لك هذا، أقولهم أتيت بي من يعني المفروض العراقي ما يظل أخي يدور في نقطة واحدة يراوح في مكانه. يعني ما معقولة هو يرى المشكلة الثانية أخي محمد، المشكلة الثانية يرى وهؤلاء الحرامية والسراق يسرقون يقول لك أنا هم أسرق. يا أخي ما يصير الوازع الديني الوازع الأخلاقي. نحن صدقوني يعني اللي يسمعوني، العصيان المدني هو أمل لأبنائكم في المستقبل. يعني هذه ما أنت ماذا ستعي العراق، ترى في انهيار أخي محمد، في طريق إلى انهيار. الأموال لا توجد أموال، في كم يبقون يأخذون سنة سنتين وبعدين ماذا سيحصل؟ فاليوم إذا وقفوا معنا وشلوا هذه، تتذكر أخي محمد في بداية المظاهرات كيف كان يعني تتجنن مقتدى الصدر وغير، لأن قطعنا شريان شركات وكذا بقطع الطرق. صحيح. طيب يعني اليوم نسمع، أو خاصة قبل اليوم والبارحة، دعوة من جهات دينية للمشاركة بالانتخابات. يعني هذا الموضوع رغم أنه كان رفض شعبي عراقي واسع للمشاركة بانتخابات موجودة بها هذه الأحزاب، لكن للأسف ظهرت جهة دينية تتكلم عن موضوع المشاركة بالانتخابات وتحديد الفاسدين من أمة وراح ندعم المستقلين. هل يعقل أن تخرج من هذه الأحزاب إذا لم تزال شخصيات وطنية أو مستقلة يمكن أن تقوم بالمشاركة بالانتخابات دون مضايقات، دون التعرض لضغوط لتهديدات من سلاح الميليشيات أو الابتزاز أو محاولة شراء الذمم عن طريق مال السلطة؟ محمد يعني بصراحة أنا عندما أسمع الجهات الدينية يعني اللي مدعومة من المراجع، يعني ألا يكفي المراجع عار وخزي وما ما 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 هم الذين كانوا جسر لدخول القوات الأمريكية بصراحة؟ يعني معروف هذا الشيء. الآن هم يريدوا أن يقولوا يخدعوا الشعب العراقي، لن ينخدع أبدا. زيارة البابا كانت لإعطاء دفعة لهؤلاء اليائسين البائسين اللي موجودين المحسوبين على الدين أو على الطبقة الزاهدة. أو هؤلاء يريدوا أن يعني يستولوا على السلطة مرة ثانية بهذه الطريقة أخي محمد، لخداع، لأن سمعتهم المظاهرين قالوا باسم الدين باقونا الحرامية، سقطت سمعتهم بالوحل بصراحة. ويريدون ربما يقولوا ربما نحن نريد أن يعني نخدع مرة ثانية الشعب العراقي، لن ينخدع. نحن لا نريد أن نشارك في هذه الانتخابات المزورة سلفا. يعني بهذه النقطة أريد أسألك أيضا، الانتخابات الماضية اللي جاء بها عادل عبد المهدي كانت انتخابات أمام عيون الجميع، تم التزوير بها وأعلنت السلطة عن 44% نسبة مشاركة في حين هي لم تتجاوز 18%، وإذا كان هناك 5% بالانتخابات القادمة، شنو الضامن أنه 5% هاي حتكشف عورة السلطة؟ لا، هم يطلعوا لك نتيجة 50% ويقول لك الناس شاركت بالتزوير مثل ما حضرتك تفضلت. يعني هل موضوع المشاركة من عدمه بهذه الانتخابات هو سيكون كافيا لإظهار السلطة على حقيقتها، أم يجب اتباع وسائل أخرى مثل تفضلت العصيان المدني؟ يعني موضوع الانتخابات هذا التزوير به موجود شئنا أم أبينا؟ نعم أستاذ محمد، يعني
الأمور ترى واضحة لكل العراقيين. الانتخابات إن صارت أو أم لم يعني تم يتم إجراءها، نحن نعرف أنه سيأتون. طبعا إيران عندها أساليب جهنمية كثيرة، ستدوبل على القوانين، تتصل بالمحكمة الاتحادية وغيرها في سبيل أن يضعوا العملاء في السلطة لأن تستمر، هي هذه طريقتهم. لكن احنا اخي احنا نستخدم ما هو بين ايدينا، لا نشارك عصيان مدني حتى ينفضحون اكثر واكثر، لان يعني هذه اللي نستطيع به. اما يعني طرق اخرى فهي تجلب للناس والكذا الدماء والقتل. انا اشكرك سيد ابو فاطمه من النجف، شكرا جزيلا للمشاركه. طبعا نقطة أخرى غاية في الأهمية مشاهدينا الكرام هو موضوع الخصوصية وموضوع ملاحقة الناشطين في التظاهرات. موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن انعدام خصوصية البيانات في العراق يجعل المتظاهرين أمام تداعيات أكثر فتكا، لذلك يلجأون إلى استراتيجيات ووسائل جديدة لإبقاء هويتهم بعيدة عن عيون الميليشيات المسؤولة عن أعمال القتل والاغتيالات. أشار تقرير الموقع البريطاني إلى أن الحكومة في بغداد قامت بالتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة لتنظيم التظاهر أو المستخدمة لتنظيم التظاهرات، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد لمنع الصحفيين والمواطنين على حد سواء من تغطية التظاهرات. ونقل الموقع عن عدد من الناشطين المدنيين قولهم إن جميع التطبيقات التي كانت تستخدم لتنظيم الاحتجاجات تم اختراقها، ولذلك كان يتم نشر ميليشيات ملثمة ومسلحة في أماكن التظاهرات قبل تنظيم هذه التظاهرات. تخيلوا الموضوع أنه يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الإنترنت في سبيل الاستعداد لقمع الناس، لقمع المتظاهرين. لفت التقرير إلى أن عملاء إيران في العراق استخدموا برامج قرصنة بهدف شق صفوف الثوار. هذا التقرير يجب أن ينتبه المتظاهرون، هي رسالة إلى المتظاهرين، يجب أن ينتبهوا بطريقة التواصل أو طريقة التفاعل، لأن هذا الموضوع، وطبعا الموضوع الأهم هو سلامتهم، هذا الموضوع يؤثر على حياتهم ويسبب خطورة. ولذلك هذا طبعا تأكيد أن السلطة وأذرعها في العراق متورطة بهذه العمليات عن طريق الاستغلال أو القرصنة لبعض الصفحات أو المواقع في الإنترنت للتربص للتظاهرات. ويانا السيد حسين من البصرة، تفضل حياك الله. حسين، سيد حسين من البصرة تفضل. حياك الله. حسين لو تنصي صوت التلفزيون لو سمحت. الله يسعدك اخي استاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله، الله يبارك فيك. الله يسلمك، تفضل، اهلا وسهلا. استاذ محمد، لكم مقطع شفت بالساعه هاي مال العشاء مال بغداد يتعاركين بالمدينه مع الصدر والسلاح. يعني هاي ارسل شيء، هاي يعني هاي عرفها مع الوجه. استاذ محمد، يعني هاي الاحزاب والشتله تطلع على الناس، هاي اللي مثل ما يقول يعني الفقرة اللي يطلعوا المظاهرات. يعني هذول يقدرون يعني هسه ابسط شيء هسه يقدرون اذا طلع يعني طلعت الناس بالسلاح ماله يقدرون يواجهونه هيك. انت ايش تشوف؟ والله جاي اشوف انا خطي الشرطه المتحديه واقف على صفحه. لا انت تشوف انه السلطه تقدر يعني انت تشوف انه السلطه تقدر يعني تواجه من يحمل السلاح؟ لا ما يقدرون ما يقدرون استاذ محمد. ليش ما يقدرون هم الدوله، هم الامن، هم السلاح الثقيل، هم الطائرات، هم القاذفات، هم الاعداد الكبيره من الافراد، ليش ما يقدرون؟ خليل ما يقدر، لان انا قلت لك ما يقدر. هم ما يقدرون استاذ محمد، هم ما يقدرون عزيزي، هم ليش ما يقدرون؟ ما يقدرون، هم بس على الفقير، الله شاهد بس على الفقير، لان حكومتهم يعني ما اقدر شكلها كيف؟
بس يعني يعني سيد حسين ما يقدرون لان خايفين وضعفاء، لو ما يقدرون لان متورطين. لا هم متورطين وخايفين وضعفاء. نعم ما انا اقول لك ما يقدرون لان خايفين وضعفاء ما يقدرون. نعم هو نفسه الكاظمي، الكاظمي نفسه طلع على اساس حكايتين هدده قيس الخزعلي. قيس الخزعلي نفسه تهدده قال له انت حكومه مؤقته. ما من عباس تتدخل انت ما صير ذيك الساعه يعني خلوك هذا الخزعلي. هذا الخزعلي كانوا يا الخزعلي كانوا يا مهذب. حزب الله قالوا له نقص اذنك وباقي الميليشيات داست على صورته بالاحذيه يعني يعني ما لا يوجد شيء اسمه هيبه الدوله وشخصيه رئيس وزراء. هم قلت لك استاذ محمد والله العظيم يعني انا قلت لك ما يقدر يحكي لحكايه واحده يعني الاعلامون الاحزاب كلها تتدخل وياه ما يقدر يعني ما يقدر يعني لا ما ياخذ نص من الاحزاب ما يقدر يحكي لان هو رجل متهدد ورجل يخاف فبقت امن مظاهر هاي كلها هاي ما تفيد يعني ما تطلع انت اطلع انا ويطلع ذاك ويطلع ذاك وباب المراجع ناقض باب المراجع. طيب يا سيد مثل ما جاب الميليشيات دخل سواهم. سيد حسين انا اشكرك شكرا جزيلا من البصره. الوقت انتهى وقت البرنامج. أنا أشكرك للمشاركة. عندنا رسالة نقراها. يقول أحد المشاركين السلام عليكم، إذا يوجد خلل أكيد نحن لنا دور فيه، أكيد في طريقة أفضل من التظاهرات اللي ما فيها فائدة، ما في حل غير الاتحاد، يد واحدة وقلب واحد حتى تتعدل الأمور. لازم توضع خطة للخلاص من هالمعاناة. منو سمح لإيران بالدخول والتدخل بأمور البلاد؟ أنا أبحث عن الخلل وأصلحه وما أمسك بالتفاهات، أحرق وأدمر وأكسر شنو أستفيد ولا شيء، لكن علي أن أجد طريقة تؤدي للخلاص من الفوضى. العراق صار نفس إسرائيل وفلسطين، ناس عزل وناس معاها سلاح. هذه رسالة من أحد المشاركين. يعني ملخص الرسالة تنظيم هذه التظاهرات حتى يكون لها تأثير أكبر، لأنه أن تكون بشكل فوضوي أو بشكل مشتت أو غير منظم يعني يراها غير نافعة كما يقول. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.